شنو اللي خلاك تفكرين انه انت تريدين عطله ببلد يعني هم يعني هو بلد غير مسلم خلينا نقول، فتريدين عطله وانت مسلمه وتريدين عطله لعيد يعني انت يمثلك كمسلمه، شنو احكي لي الكواليس احكي لي شلون سويتي. يمكن المسؤوليه انا كاعلاميه عراقيه معتربه في نعم. في ولايه تكساس يمكن حملني مسؤوليه كثيره نعم. وتكريمات ووجه اعلامي وبلا بلا بلا, بلا. ما عندنا اعلام عراقي حقيقه هناك كثير، فاحنا كل عطله كل عيد رسمي او رمضان لازم نتصل على المدارس ناخذ اجازه، والاجازه يعني تخصم من رصيد الطلبه. هناك عندنا ايضا الطلبه لازم إذا ما غايب ولا يوم يكرم من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية، فهذا بالنسبة لي من يخصم خصوصا مثلا أطفالي يعني إذا خصم من يومهم راح ينحرمون من هاي الجائزة. فقلت له يعني إحنا نعيد وياكم ودائما مناسباتكم ودائما إحنا يعني عندنا جالية كلش كبيرة مسلمة يعني من حقنا بس يوم واحد بدل ما نتصل على المدارس يحسب إنه هو هذا عطلة ما تخصم من رصيد الطلبة. أنت تتحدثين على يعني فقط تكساس يعني مو فقط تكساس يعني أنا تكساس مو كلها فقط عمدة البلدة اللي أنا عايشة بيها. إيه يعني إحنا عندنا قوانين كل عمدة عند موافقات يأخذها قرارات خطية بخط اليد. نعم. يعني أنا حتى وضحت من أثناء تكريمي كأفضل إعلامية قلت لهم زين أنتوا كلكم موجودين راح أوضح لكم إنه هذا القرار لبلدة أرلينتون اللي هي منطقة السكني اللي يحب يتواصل ويا عمدتك. طبعا هم الحلو انه هناك زين في حال انتقلتي ورحتي غير بلدك اروح على غير عمده ما ادري اقرا حلو. طيب احنا بالحديث عن هذا الموضوع احنا كنا تشوقنا نشاهد هذا الفيديو اللي احنا من البدايه قلنا عليه، فخلينا نشاهد الفيديو ونرجع لكم. اليوم اني ويا عمده مدينتنا وعنده خبر كلش مهم طبعا ويهم كل المسلمين. اول شيء هي ابروف ذا هوليداي فور اول مسلم بيبل ناو، رسميا عطله رسميه في كل اعيادنا الدينيه. وثاني شيء وات يو وونت تو سي تو اول مسلم بيبل، اي لاف يو ايد مبارك. ثانك يو اور مير اند وي لاف يو اند وي فيري هابي تو هاف يو ان اور كوميونيتي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو ايد مبارك.